عندنا مشكلة في الكهرباء والنور كل شوية بيقطع وعمالين ندور على حلول. طب مش الأولى نشوف عواميد النور اللي بتنور بالنهار وتطفي بالليل؟ وعشان نحافظ على إهدار طاقة عواميد النور نعمل ريموت كنترول شخصي تنور بيه الشارع وانت داخل وتطفيه بعد كده، ولا نعمل مفتاح إضاءة يدوي عند أول كل شارع، ولا نستعين بخبرة أجانب في غرفة التحكم في الكهرباء وعواميد النور. أولاً أنا بختار اللي هو المفتاح اليدوي، لأن المفتاح اليدوي ده أسهل على أي بني آدم، ممكن أي بني آدم في العمارة، أي بني آدم في البيت ينزل يفتح ويقفل المفتاح بإيده، ما فيش مشكلة. أي واحد معدي في الصبح لو لقى الإضاءة قايدة هيمسك المفتاح ويطفيه. أول حاجة المقترح الأولاني ده طبعا يعني اظن ان هو خيالي جدا، يعني حتى في الدول الاوروبيه ما اظنش انهم عملوا النظام ده. الدوله بتاعتنا دايما بتيجي بعد الدول الاجنبيه، فمش معقوله احنا نعمل حاجه قبل الدول الاجنبيه، خاصه انه مش هتقف عليه من الدوله. مش شايف انه ممكن مره نعمل حاجه قبلهم من نفسنا يعني؟ ما اظنش. اما بالنسبه للاقتراح الثالث خبراء اجانب، فده شيء ممكن يتم عندنا، لان احنا حتى احنا في اي حاجه دلوقتي بنجيب خبراء اجانب. ده لحد اتحاد الكره مثلا بنجيب خبراء اجانب دلوقتي عشان نستعين في حل مشاكل شؤون اللاعبين. يبقى مفتاح على كل عمود ولا يبقى الشارع كله مره واحده؟ لا، هو بيبقى الخط له مفتاح، يعني على الاقل بين كل 100 متر مثلا او 200 300 متر بيتحط مفتاح. هل نسيب العمليه عشوائيه ولا نحدد لكل شارع واحد، يعني يبقى في قاعده كده مع كل شارع اما بيبتدوا يركبوا المفاتيح ونشوف مين بيرجع اخر واحد ويبقى ده هو المفروض بيقفل النور وراه وهو طالع؟ والله ولو حددنا واحد او اثنين او ثلاثه يكون افضل، لان احنا حددنا واحد بس انا شايف ان هو ممكن يبقى تعبان في يوم، ممكن يبقى مش موجود، ممكن يبقى مسافر. فلما يكون واحد واثنين وثلاثه مسؤولين عن الموضوع ده، لو واحد مش موجود الثاني يبقى موجود، لو الاثنين مش موجودين الثالث يبقى موجود. يعني اخر ثلاثه بييجوا هم اللي بيبقوا مسؤولين عن القصه دي، ونامن روحنا بحد يكون يقوم مثلا يشرب بالليل كتير او بيخش الحمام، ده اللي يراجع بقى. احنا عندنا عم عاطف الصبح وهو نازل يصلي الفجر بيطفي النور، وهو راقب وهو نازل يصلي المغرب بالليل بيروح منور النور برضه. في ناس مطبقين الموضوع ده كتير، انا شفته عينه عمليه يعني قدامي. الاقتراح التاني احسن، يعني لسه هنجيب خبره وبتاع. لا، هو الاقتراح ان انت ممكن تعمل زي مفتاح في الشارع، زر مثلا بتاع لوحه كهربائيه تولع بيه وتطفي بيه، مش محتاج يعني اي حد، ممكن اي حد في الشارع ممكن يولعه. اخر الشارع مثلا يبقى في مفتاح تاني ممكن تطفي منه، بحيث ان احنا ما نسيبش الكهرباء تتسحب على الفاضي. في امكانيات وفي تكنولوجيا عاليه قوي، ان انت ممكن تعمل حد عدى في الشارع النور ينور لوحده. سنسور. بدل ان انا هكلف واعمل، يبقى انا اعمل بقى حاجه يعني تكنولوجيا عاليه بقى. سنسور بقى. انت بتعدي حضرتك بيفتح النور لوحده. بتمشي حد في الشارع النور ينور، مفيش حد في الشارع. هل يبقى سنسور الصوت وضوء؟ يعني هل سنسور مثلا نوع من انواع الترحيب كمان، او انت حضرتك تقول له مثلا نور فيقول لك اهلا بيك نور؟ لا لا لا، تبقى اطفي. مش محتاجه اصلا. انا اقول لك ليه يبقى في صوت، عشان احنا عندنا في ظاهره برضو كلاب ضاله كتير قوي، فالسنسور ده ما هو مش عارف بقى حضرتك بني ادم ولا مش عادي. بتعمل على ارتفاع معين عادي يعني. طب يعني الاقصر من كده يمشي في الضلمه؟ عادي يعني. الطفل صغير ما فيش هيبقى طفل صغير وحاجات زي كده يعني. او ممكن يبقى ينط بقى للسنسور. ايوه. انا بصراحه اللي هو بيستعين خبراء اجانب. لماذا؟ لان هم يعني بيعرفوا يديروا كويس قوي، حتى لو احنا اللي بنفكر، لان اغلبيه البلاد اللي بره مفكرين مصريين بس اللي بيديروا اجانب. فانا اللي شايف اوفر عشان نوفر على الدوله وعلى الموجودين، اللي انا اخلي خبراء اجانب. يا حبيبي بتوصلنا من ناحيه التوفير، ان احنا عايزين نبقى موفرين، وخاصه الاجانب دول طبعا هياخدوا، يعني الاجنبي الخبير هياخد له مثلا بتاع 20 30 الف دولار في الشهر، واحنا هنجيب له 500 600 واحد، يعني عندنا بتاع 5 6 مليون دولار شهريا مرتبات اجانب. انا مع الخبراء لان هم دي الناس بتفكر صح. هل الخبراء يدربوا كوادر تحتيهم ولا يبقوا الخبراء دول نعيش بيهم طول عمرنا بقى؟ اوكي، يدربوا كوادر بس يبتدوا كوادر من الصميم. الكادر اللي هو من الصميم خالص. ما بتبتدوش بكوادر دلوقتي، الكوادر اللي محبطه، اللي انت هتديني كام عشان انا هشتغل بقد ايه؟ كوادر مفرفشه يعني، كوادر لسه. انا هدي لك، بس هدي يعني انا هعلمك، بس العلم اللي انا هعلمه لك دوت تتكونه كويس قوي. طبعا اصل ده علم كبير، انه يفتح النور ويطفيه ده يعني مش حاجه سهله. امتى وتوقيتها امتى وازاي والساعه والخط بقى وازاي ساعه الغسق والفشق؟ قاعد على تحكم دوله بحالها. هتقعد على إضاءة الدولة بحالها؟ إمتى هنور وإمتى هطفي؟ إمتى هتحكم في فالعملية دي مش يعني مش هتحتاج لناس قليلة جدا من الخبرة. ما قالش كلمة صح. الريموت ده أنا أشتريه، طالما هنور طريقي أنا أشتريه.
والله ده من وجهه نظري انا، انا كديزاينر ومصمم زي لو قلعت النضاره ممكن تشوف احسن، لانه انا من رايي كمصمم لسه شايف نفس وجهه النظر ولا اتغيرت؟ ايوه انا بقول لك، لان انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مثلا ما بنيجي نصمم حاجه عندنا في الكليه بصراحه اقفل اقفل، انا شايف ان نقفل نقفل طبعا طبعا نقفل. انا والله انا قلت رايي بصراحه وانتوا نقفل يعني ولا ما نقفلش؟ انت لسه نقفل؟ لا بس انا كان نفسي اقول رايي في حاجه تانية. بص اقول لك على حاجه، نقفل وبعدين نقول راينا بقى في اللي احنا عايزينه بعد كده. تلبس النضاره عشان وجهه نظرك ما تطلعش بره.